شفت الحركة دي؟ شفت الحركة دي؟ ادوح الحق الحق في القفص. ها جبت الإزازة. أخد أخويا أديك إزازتك. كده أزعل كده الجوكر يتضايق ينام ودمعته على خده يا حبيبي. لا 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 انتوا متعرفوش الجوكر ولا إيه؟ الجوكر كلمته واحدة. انتوا إيه؟ ما شفتوش أفلامي؟ شفناها عشان كده مش مطمنين لك. انت شفتي أنهي جزء؟ كلها، وكل مرة بتحور على باتمان وفي الآخر بيديك على قفاك. قفايا أنا؟ بيقولك بيدي مين ده اللي يدي على قفايا؟ أيوة، أي حد عمل دور باتمان اداك على قفاك، ده لو غادة عبد الرازق عملت باتمان هتديك على قفاك. غادة؟ غادة تديني على قفايا يا بيوم؟ اخلص خالص، هاتله هاتل باتمان. هو أنت ليه بتكرهه قوي كده؟ هو اللي بيكرهني، هو اللي بيكرهني مش طايقني، مع إني أنا واخواته الاتنين اصحاب كده. ايه ده، هو باتمان عنده اخوات؟ سبايدر مان وسوبر مان. ايه ده، هو سوبر مان وسبايدر مان اخوات باتمان؟ انتوا ايه مش واخدين بالكم من تشابه الاسماء ولا ايه؟ دول ولاد العم مان الله يرحمه ويحسن اليه، كان راجل طيب. كنا اول يوم في رمضان كل سنه لازم نفطر مع عم مان، كان عم مان ده راجل مان كده كده. ايوه ليه كل الكره ده؟ هو اللي بيكرهني. بص، الموضوع كله كان عشان واحدة ست. كل ده عشان واحدة ست؟ كات وومن كان بيحبها وسابها واتجوز سمية الخشاب؟ لا 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 لا، ده موضوع تاني، موضوع ده أولاني. حبتني أنا واتجوزتني. إيه ده؟ أنت بتجوز كات وومن؟ ومعايا منها إسلام 7 وآسر 5 ما شاء الله. الله أكبر، عقبال ولادكم إن شاء الله. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يخليك يا خالتي. إحنا مش قاعدين في برنامج منى الشاذلي، أنت بتكلم الجوكر. بالله عليك وحياة إسلام وآسر، لا تعتقنا الوجه الله. وانت سيد ادي له ازازة الفيروس دي بسرعة، ده كهربا والله العظيم يا سيد. ما شفتش انت عمل فيا ايه؟ ازازتي الاول. هاتوا الازازة وانا اعتقوا الوجه الله. هات. لا لا، اخد اخويا الاول. هات ديني الازازة هتاخد اخوك. دي 5 5 دي تركيب، انتوا بتضحكوا على الجوكر، هموتكم كلكم. احنا من ماتش، احنا زومبيز. يعني ايه؟ بطة. بطة مين؟ هوجو. ولا يهمني يا بطة ولا وردة، عالبطة هات. تعاليلي يا بطة وانا مالي. الخطة مشيت زي ما انا عايز بالظبط. خطة ايه؟ انت تستهبل؟ ايه زومبي ياكل بني ادمين عادي يعني، ما فيهاش اي ذكاء منك. بقى 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 طيب. لا يا بنت انا عامله فخر. لا يا بنت لا يا زبط. لا 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 ينفع ازودك والله في المرتب خلاص. الحياه يا ريتاش، دول بياكلوا فخر. يا لهوي. يا 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 سيد جاي. بس بقى مصدعنا بقالك يومين. جعان. ما انا كمان جعانه. شوفي اي قطة تاكلها. لا القطط كيوت. طب اي عرسه مصها. طب ودي امسكها ازاي؟ سيد طب تعالى ارش لي في كتفي بس. حاضر يا اخويا حاضر. ايش؟ هنا؟ ايش بقى الحل ده؟ انت بتهزر يا فخر. دكتور وليد بيتصل. هاتي. يا 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 اسكت. الو. اه دكتور وليد. ايوه يا سيد. انا لقيت العلاج بتاع الزومبي بتاعك، قصدي بتاع ريتاج. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ وانا ههزر معاك ليه؟ ههزر معاك ليه؟ في ما بيننا هزار يعني؟ يا عم ما تهزر، ما كلنا بنهزر، ده اللي انا فيه ده كله هزار. العلاج كان في دم ريتاج. ريتاج كانت هي الترياق، هي الداء، وهي في نفس ذات الوقت الدواء. لا انا مش فاهم اي حاجه من الكلام الكبير ده، وضح. يعني تيجي دلوقتي حالا تاخد العلاج بتاعك والترياق والا والله هرمي في الكابينيه. طب ممكن تيجي انت يا دكتور عشان احنا عندنا ظروف. هو ايه الظروف؟ وانا شغال عند اللي خلفوكوا. آه خلاص خلاص انا هجيب نفسي. تعالى يلا تعالى، انا عبال ما احطه في الفرن يكون نفش تكون انت جيت. مسافه السكه. يا اخي تهدي بقى شويه، جاتك البلا في ساعتك. زومبي ساقع صحيح.